احنا كنشاركوا كمواطنين في هذه العمليه الانتخابيه، ولكن نامل من ورائها ان بلادنا تدخل بالفعل الى بناء ديمقراطيه حقيقيه وليس فقط ديمقراطيه انتخابيه. وكنتمنوا ان الناخبين يتصالحوا مع صناديق الاقتراع وبوعي يختاروا الممثلين ديالهم اللي هما يمكن يكونوا محط الثقه ديالهم. الناخب المغربي خصو يشعر بالمسؤوليه ديالو في الاختيار ديالو ديال الممثلين ديالو، سواء على المستوى المحلي او الجهوي او على مستوى البرلمان، اللي غادي يقدر يحاسبه واللي غادي يكون اهل الثقه ديالو واللي غادي يشوف فيه بان هذاك الشخص غادي يرعى المصلحه العامه.